شايف الأمور اللي بتحصل دي، وكل شوية يطلعوا لنا حاجة جديدة والصلاة على النبي نعم، هذه بدعة 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 ضلالة. نعم بعد إذن حضرتك يعني لو ينفع تقول كلمة تقابل بقى ربنا عن الأمر ده، لأن يعني الناس أقول أقول اجتماع الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، بعد ما ذكر ما فيه قال أكثروا من الصلاة علي فيه، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت يوم الجمعة وأكثر قد أصاب السنة، ومن جمع الناس على وقت واحد مخصص لإقام هذه العبادة، إقامة هذه العبادة التي في هذا اليوم، يكون قد خصص ما لم يخصصه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيد ما لم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم، فأكون قد خالف السنة في ذلك. فإن اعتادوا على مخالفة السنة ترتقي من مخالفة السنة إلى البدعة.